طيب احنا المحاضرات اللي فاتت كنا بنتكلم في موضوع الكواليتي Control وخلصنا الجزء الاولاني اللي هو البروسيس كنترول وقلنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على البروسيس Capability ده الجزء الثاني من موضوع الكواليتي Control تاني هفكركم بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه احنا بنتكلم على موضوع الكواليتي يعني هل البرودكت بيكونفورم مع كاركترستكس معينه ولا لا فموضوع الكواليتي كنترول دايما بنقسمه الى موضوعين كبار الموضوع الاولاني يعني بنسميه البروسيس كنترول يعني هل البروسيس شغاله ان اكسبتابل مانر ولا لا والموضوع الثاني اللي هو البروسيس كابابيليتي هل البروسيس كابابل ان هي تنتج المواصفات المطلوبه ولا لا يعني ايه بقى الكلام ده يعني في حاله البروسيس كنترول انا كل اللي بيعنيني هي الفاريشنز اللي موجوده في البروسيس بصرف النظر عن المواصفات المطلوبه ايه هي فانا كل اللي بيعنيني هل الفاريشنز اللي موجوده في البروسيس از راندوم فاريشنز ولا نان راندوم الراندوم فاريشنز زي ما قلت هي عباره عن الفاريشنز الصغيره اللي هي كان بي نجلكتد ممكن انك انت تتغاضى عنها وتبقى الدنيا ماشيه كويسه وما فيش مشكله لكن النون راندوم فاريشنز قلنا او بنسميها اساينبل كوز فاريشنز دي عاده بتوا فاريشنز كبيره لا يمكن التغاضي عنها والنون راندوم فاريشنز او الاساينبل كوز فاريشنز راجعه لاربع حاجات اساسيه الحاجه الاولى هي الرو ماتيريالز والماشينز والأوبريتور والإنفايرمنت وقلنا دول مسؤولين عن 90% من الفاريشنز الموجودة في البروسيس وال10% الباقية دي راجعة للإنسبكشن الناس اللي بتقيس هي ممكن تكون هي اللي بتقيس غلط فهنا كل اللي بيعني البروسس كنترول إن هل الفاريشنز اللي موجودة دي راندم ولا نوت راندم بصرف النظر عن المواصفات المطلوبة احنا اتفقنا ان موضوع ال variations ده موضوع natural موضوع طبيعي عادي كل الـ process فيها كده يعني انا لو قلت مثلا مصنع بينتج مواسير مية وجيت خدت مثلا ألف مصورة وقيس الديامتر بتاع المصورة استحالة كلهم يطلعوا identical زي بعض دايما في اختلافات لو انت جبت ازايز المية وشفت الليفل بتاع المية مملية لغاية فين هتلاقي فيه اختلافات الاختلافات دي او الفاريشنز دي زي ما قلت بنصنفها الى نوعين يا اما راندم يا اما نوت راندم كل دور البروسيس كنترول يشوف الفاريشنز هي راندم ولا نوت راندم فقط لا غير بصرف النظر يعني لاحظ كده في كل فات عمري ما قلت لك المواصفات المطلوبه في المنتج ايه لكن ايه اللي بقى اللي بيعني بالمواصفات هو البروسيس كابابيلتي فالبروسيس Capability يعني معنى ان البروسيس Capable معناها ان انا بنتج في حدود المواصفات المطلوبه يعني لو قطر الماسوره المفروض يبقى 2 بوصه بلس اند ماينس 2 مللي يبقى انا انتاجي جوه الرينج ده يبقى انا هنا بقول ان البروسيس بتاعتي كابابل لكن لو انا بنتج بره الايه كميه كبيره بقى بره الرينج ده بقول على البروسيس بتاعتي انها نوت Capable ده الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده هو موضوع صغير يعني مش هياخد مننا اكتر من نص ساعة فقط لا غير ما فيهوش كلام كتير هو قانون واحد فقط لا غير اللي احنا هنستخدمه الأول هنشوف شوية ديفينيشنز كده يعني إيه التولرانس التولرانس أو ساعات بنسميها سبيسيفيكيشنز التولرانس أو سبيسيفيكيشنز المقصود بيه هو الرينج أوف أكسبتبل فاليوز استابلشد باي الإنجينيرينج ديزاين أو الكاستمر requirements يعني أنا بتكلم على ماسورة المية المفروض إن ماسورة المية دي عشان تركب في المكان المخصص ليها لازم تكون مثلا اتنين بوصة بلس أند ماينس واحد ملي، أو واحد بوصة بلس أند ماينس اتنين ملي، اند المواصفات، بحيث إن هي طول ما هي جوه الرينج ده الماسورة هتقدر تستخدمها في الغرض المحدد ليها، بره الرينج مش هتنفع. يعني لو المصورة كبرت عن الرينج ده تيجي تركبها عمرها ما تركب ولو المصورة قلت عن الرينج ده تيجي تركبها تلاقيها تخر مية تلاقيها لوز كده مش مش مظبوط <applause> يبقى دي التولرنس معناها هو الرينج اوف اكسبتابل فاليوز ان هو لو الزبون اشترى الحاجه دي هيلاقيها جوه الرينج يجي يركبها تركب خلاص مش هترجع لكن لو بره الرينج ده هيشتريها ويرجعها. البروسيس فاليبيليتي دي عبارة عن الـ Natural اللي موجودة في الـ process. زي ما اتفقنا أي Process لازم يبقى فيها Variations أو فيها Variability يعني الحاجة ما بتطلعش Identical One Hundred أي حاجة فيها ماشينز وبني آدمين وكلام من ده عمرها ما تطلع Identical هي الحاجة بس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلقها هي اللي بتبقى إيه يبقى <hesitation> Identical. طيب ده تعريف البروسيس فاريابيلتي اذن البروسيس فاريابيلتي دي حاجه ناتشرال حاجه طبيعيه موجوده في كل الايه البروسيس طب البروسيس كابابيلتي نقصد بيها بقى هي البروسيس فاريابيلتي ريليتيف تو الايه التولرانس او سبيسيفيكيشنز الخاصه بالمنتج يعني بشوف الفاريابيلتي بتاعتي قد ايه ونسيبها ليه الرينج بتاع الاكسبتابل تولرانس بتاعتي وبحدد هل البروسيس كابابل ولا نوت كابابل ده الموضوع اللي انا هتكلم هتكلم فيه إحنا دايما بنعمل ما يسمى بالكابابيلتي Capability Analysis وده موضوع مستقل تماما عن الـ Process Control بمعنى ايه؟ يعني ممكن تبقى الـ Process in control لكن not capable والعكس صحيح ممكن تبقى capable لكن not in control وممكن تبقى capable وان control وتبقى not in control وتبقى not capable ده وارد كل ده ممكن يحصل وبالتالي هما موضوعين مستقلين تماما عن بعض. إذا المقصود بالكابابيلتي أناليسيز إن أنا بحدد whether the variability الموجودة في ال output of the process falls within the acceptable range of variability اللي هي ال tolerance أو ال specifications بتاعت المنتج نفسه. فلو كانت ال ال variability بتاعت الـ process within ال 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 tolerance بقول على الـ process بتاعتي إنها capable. ولو كان الـ variability بتاعت الـ process بره التولرانس بقول على البروسيس انها نوت capable تمام فلو كانت البروسيس capable خلاص الدنيا ماشيه والبروسيس uh, شغاله صح والانتاج بتاعي مظبوط وبيتباع وما بيرجعش لو لكن لو كانت البروسيس is not capable يبقى انا في هذه الحاله لازم اشوف ايه الاسباب اللي ادت الى الكلام ده تمام وابدا اخد الكوريكشن اكشن المناسب وابدا مونيتور الريزلتس إذا البروسس عشان تبقى بروسس كويسة لازم تبقى ان كنترول ده أول حاجة ولازم تبقى كيبل يبقى أنا المفروض أبقى متأكد من الحاجتين دول إن البروسس تبقى ان كنترول وفي نفس الوقت البروسس لازم تكون كيبل يعني عندها قدرة إنها تنتج في حدود المواصفات المطلوبة فأنت لما بتيجي تعمل البروسس كابابيلتي بيقابلك ثلاث مواقف ممكن يحصل الموقف الأولاني اللي هو فوق على الشمال بقول ان البروسيس variability ماتش اسفيكيشنز او التولرنس انا عندي ده اللور اسفيكيشنز وده الابر اسفيكيشنز يعني الماسوره مثلا لو قلنا هي 2 uh, inches بلس اند ماينس 1 ملم يبقى هنا معنى كده ان اللور اسفيكيشنز بتاعتي هي 1.9 تمام و 1.99 والابر سكيشن مثلا uh, 2.01 ادي اللور وادي الابر فانت لو كان بالصدفة ان البروس بتاعتك بتنتج فعلا من 1.99 الى 2.01 يبقى انا في هذه الحالة بقول ان البروسيس فاريبيليتي بتماتش المواصفات يعني الماسورة المفروض تبقى مثلا نفترض من واحد ونص لاتنين ونص انت انا كل اللي بنتجه من واحد ونص لاتنين ونص ما بنتجش حاجة بره يبقى انا في هذه الحالة بقول ان البروسيس فاريبيليتي ماتش التولرانس او الاسبسيكيشنز طيب انا هنا هل الموقف ده كويس ولا وحش ده يعني حاجه كده على المحك ليه لان اي ايرور هيحصل في البروسيس هتخرج بره الايه بره الليميتس بتاعه الايه التولرنس تمام طب بص كده الوضع اللي بعديه الوضع اللي بعديه بقول ان البروسيس variability ويل وذين سبيسيفيكيشنز يعني ايه الكلام ده يعني نفترض مثلا ان المنتج بتاعي مفروض مثلا من 1.5 ل انت كل انتاجك من 1.7 لغايه 2.1 اذا معنى كده بص كده الحد الادنى اهو وده الحد الاعلى اللي انا بنتجه لكن المواصفات المطلوبه اقل من ده والمواصفات المطلوبه اعلى من ده اذا هنا انت عندك فرصه ان يحصل اخطاء في الباسس وتبقى لسه وذين الايه التولرانس المطلوب انك انت تنفذه وده افضل وضع ممكن ده افضل وضع ممكن الوضع الاخير بقى وده اسوا ما يمكن اللي هو ايه ان البروسيس الـ إيه؟ الايه التولرانس او السبيكيشنز المطلوبه في المنتج فانا هنا مثلا الماسوره المفروض تبقى من 1.9 الى 2.1 انت بتنتج بقى من 1.7 لغايه 2.5 يبقى كل شويه اللي بره دول اللي بره التولرانس بتاعتك كل ده مرتجعات الناس هتشتريه وترجعه لانه مش هينفع يشتغل ومش هينفع يركب في المكان المخصص دول الثلاث مواقف اللي ممكن يحصلوا في البروسيس كابابيلتي فانا عايز اشوف بقى وضع الشركه بتاعتي انا في انهي واحده من الثلاثه دول هل انا البروسيس فاريبيليتي بتماتش التولرنس ولا البروسيس فاريبيليتي ويل وذين التولرنس ولا البروسيس فاريبيليتي بتأكسيد التولرنس بتاع المنتج المطلوب هنعرف الكلام ده ازاي هنعرف الكلام ده من حاجه هنحسبها يعني اسمها الـ Process Capability Ratio أو الـ Process Capability Index هنحسب الكلام ده ومنه هعرف من الرقم اللي هيطلع أنا في أنهي وضع من الثلاثة دول. حد عنده أي استفسار حتى الآن؟ يعني إيه Process Capability؟ دكتور لو بنقول إن اللور Lower هل ده ممكن نقول إن المسافة بين اللور Lower هو الـ Voice of Customer ولا عايزه العميل؟ ال... ال ال ده بنسميه البروسس وي... يعني البروسس وي... اللي هو اللور سبيكيشنز والابر الفرق بينهم ده ده بنسميه البروسس ويلز بتاعتي قد ايه خلاص يعني دي المواصفات اللي هي بيطلبها العميل عشان يبقى راضي عن المنتج عشان يبقى راضي لو انا بتكلم على خدمه او حاجه معينه مثلا دي المواصفات لكن لو انا بتكلم على حاجه تولز هتستخدم زي المواسير كده يبقى دي وفقا للديزاين Engineering ديزاين هما اللي حددوا ليه ان الماسوره تركب في كوع معين فالكوع عشان يستقبل الماسوره لازم تبقى جوه الرنج ده بره مش هينفع لو اكبر منه مش هتدخل ولو اصغر منه هتبقى لوس وتبدا تخر ميه وهيبقى فيها مشكله فده ده المقصود بالايه بالتولرانس او الاسفيكيشنز فده ما يجب ان يكون ده ما يجب ان يكون لكن البروسيس فاريبيلتي ده وضع بقى البروسيس بتاعتك عامله حسب بقى خط الانتاج بتاعك بينتج من كام لكام طبعا كل ما يكون خط الانتاج احدث وتكنولوجي اه اعلى كل ما تلاقي الفاريبيلتي بتاعته اقل تمام عشان كده الناس لما تيجي تحدث المنتج او اه تحدث خط الانتاج خط الانتاج الجديد اكيد وفقا للتكنولوجيا الجديده بيقلل الفاريبيلتي بتاعه البروسيس بحيث ان يبقى انتاجك قريب قوي من المين بتاع البروسيس ما بقاش فيه فاريبيلتي عاليه في الانتاج ده المقصود بالكلام طب لو كانت البروسيس نوت كيبل ايه الاجراءات اللي ممكن تاخدها عشان تخليها كيبل يا اما بعمل ريديزاين للبروسيس خلاص ببدا اعمل ديزاين مختلف لخط الانتاج او استخدم الترناتيف بروسيس بغير خط الانتاج خالص أجيب خط الانتاج تكنولوجي جديد حاجه حديثه بدل حاجه صيني نخليها الماني القصه كلها كل ده بيحسن من الكابابيلتي بتاعت البروسيس ليه؟ لانه هو هنا بيأثر على الفاريبيلتي بقى تمام انت التولرنس دي خلاص دي ثابته هو ماسوره عشان تركب لازم تبقى من 1.9 لغايه 2.1 ده ده التولرنس لكن الفاريبيليتي بقى بتاعت البروسيس حسب بقى طبيعه خط الانتاج اللي انت بتجيب فانا لو جبت مثلا خط انتاج صيني ممكن ينتج لي من 1.7 الى 2.5 جبنا واحد الماني هينتج لي من 1.91 لغايه مثلا 2.15 وهكذا يبقى لي ده المقصود بان انا اغير البروسيس نفسها طيب افرض انا مش قادر اعمل الحاجتين دول مكلفين يعني انت افرض لقيت عندك مشاكل في الكابابيلتي هل على طول اروح اغير أدارل... طب انت معكش فلوس عشان تشتري خط انتاج جديد او معكش فلوس اللي هتتصرف على انك ت... تعمل ريديزاين للبروسيس طب في هذه الحاله هعمل ايه يعني اول حلين دول مكلفين جدا الحل الثاني خلاص هسيب البروسيس بتاعتي كما هي لكن هنعمل ايه هنعمل بقى انسبكشن 100% عشان نعمل elimination لكل الحاجات اللي هي نوت اكسبتابل يعني انا كل المواسير اللي هي بره الرينج استبعدها كل اللي بره الرينج هنعمل انسبكشن لكل إنتاج وده مكلف يعني برضو الانسبكشن هنا مكلف لكن مش هتتحمله مره واحده زي ما هتشتري خط ايه خط انتاج فانا مثلا بنتج في اليوم 1000 ماسوره يبقى ال 1000 ماسوره هنعمل لهم انسبكشن بالكامل. كل اللي يخرج بره التولرنس يستبعد ما ده بقى ايه يتباع خرده لكن ما ينزلش السوق وسط الايه وسط بقيه الحاجات لان هيبوظ سمعه الايه الشركه فده حل ان انا اعمل انسبكشن 100% عشان اعمل اليمينيشن لكل الحاجات اللي هي الان اكسبتبل اللي هي بره الرينج بتاع التولرنس. طب الحاجه الرابعه والاخيره ان انا ابص على المواصفات نفسها او التولرانس نفسها هل ممكن نعمل لها ريلاكسيشن ولا لا يعني هل مثلا لو انا التولرانس بتاعه الماسوره من 1.9 الى 2.1 طب ما نجرب كده يمكن لو 1.8 هتركب مش هيبقى فيها مشكله يبقى انا هنا ايه التولرانس بتاعتها ظبطت هل لو هي بقت زادت شويه عن ال 2.1 لغايه مثلا 2.17 طيب هتنفع تنفع خلاص نعمل ريلاكسيشن للتولرانس بتاعتي دي كل دي امور من شانها تحسن الكابابيلتي بتاعت البروسيس طيب بنقيس الكابابيلتي البروسيس الـ كابابيلتي ازاي عشان اقيس الكابابيلتي بتاعت البروسيس بنحسب حاجه اسمها البروسيس كابابيلتي ريشيو او ساعات بيسموه البروسيس كابابيلتي اندكس يعني السوفت وير هيسميه اندكس خلاص هنا في الكتاب بيسميه ريشيو وبعض الناس بتفرق بين الريشيو لان دي حاجه ودي حاجه ملناش دعوه بالناس دي تمام طيب فانا هنا البروسيس كابابيلتي ريشيو بنعمل ايه انت عندك هنا طريقتين الطريقه الاولى ان انا بحسب الكابابيلتي وبقارنها بالمواصفات المطلوبه بتاعه الايه البروسس فالكابابيلتي دايما ليها قانون الكابابيلتي دايما بتساوي بتساوي 6 سيجما جت منين ال 6 سيجما فاكرين لما قلنا ان المفروض ان 99.74% من البروس بتاعتك واقعه ما بين ميو بلس اند ماينس 3 سيجما اهي دي فال3 هنا و3 هنا بقت ايه؟ بقت 6 فدايما بيحسبوا قيمه الكابابيلتي بتساوي 6 سيجما والسيجما دي عباره عن ايه؟ عن البروسس ستاندرد ديفيشن يبقى السيجما هي البروسيس ستاندرد ديفيشن فانا بقارن بقى الكابابيلتي اللي هو الرقم اللي هيطلع ده بعد ما تضرب الستاندرد ديفيجن في 6 هيطلع لنا رقم الرقم ده بقارنه بايه بقارنه بالتولرانس ويتس بتاعتي اللي هو الفرق بين الابر واللور تولرانس خلاص والله لو كانت الكابابيلتي جوه التولرانس يعني اقل من الفرق ده يبقى بقول على البروسيس كيبل ولو اكبر يبقى نوت كيبل لكن الطريقه دي مش محببه يعني في الواقع العملي ما بيستخدموهاش بيستخدموا الطريقه بقى التانية دي ان انا احسب البروسيس كابابيلتي ليش يعني الطريقه الاولى بتحسب الكابابيلتي بتساوي 6 سيجما هناخد مثال على الاثنين دلوقتي وال6 سيجما اللي طالعه دي بقارنها بالتولرانس ويدز او السكيشنز ويث اللي هي الفرق بين الابر واللور تولرانس لو كانت ال6 سيجما اقل من الويدز اللي هيحصل ده يبقى بقول على البروسيس كابابل ولو اكبر يبقى نوت كابابل دي طريقه الطريقة التانية ودي الأفضل إن أنا بحسب حاجة اسمها Process Capability Ratio الـ Process Capability Ratio أو بنسميها CP بتساوي بتساوي الـ Specification Width مقسوم على الـ Process Width إيه؟ الـ Specification Width عبارة عن إيه؟ عبارة عن الـ Upper Specification Limits Minus الـ Lower Specification Limits اللي هما دول ده بنسميه الـ Upper Specification Limits وده الـ Lower Specification Limits الفرق بينهم اسمه إيه؟ اسمه Specification Width. بحسبه اهو وده اللي هيبقى فوق تمام والكلام ده بيتقسم على ايه على البروسيس ويتس والبروسيس ويتس اللي هي الكابابيلتي اللي هي ال 6 سيجما اللي قلناها من شويه ان احنا اتفقنا البروسيس ويتس ان 99.74 في الرينج ميو بلس اند ماينس 3 اذا هو ده الويتس بتاع الايه بتاع الفاريبيلتي بتاعت البروسيس نفسه. تمام فلو انا قسمت ادي اهو الـ Upper ماينس minus Lower على 6 سيجما يطلع لك نسبة بنسميها الـ CP. الـ CP دي الرقم اللي هيطلع بقارنه بإيه؟ بـ ب 1.33. 1.33 لو كانت القيمة أكبر من الـ 1.33 بقول على الـ Process Capable ولو أقل يبقى Not Capable. الـ 1.33 بيقول لك إيه؟ معناها إيه؟ هو هنا مكتوب لك ان كل مليون فيها 30 هم مش 30 هم 63 يعني انت لو كشفت في الجداول خلاص دي حاجه اسمها البي بي ام اللي هي البارتس بير مليون يعني كام جزء في المليون خارج المواصفات الايه المطلوبه هو الكتاب للاسف كاتبها 30 لكن هي لو انت كشفت في الجداول هتطلع 63 64 هي إيه 63 وكسر البعض بيقربها 64 البعض بيقربها 63 إذا معناها إيه؟ معناها إن كل مليون يونت بتنتجها فيها بس 63 يونت خارج المواصفات والباقي كله جوه الإيه؟ جوه التولرانس بتاعتك. خلاص كده؟ معناها إن كل مليون يونت بنتجها فيها 63 يونت بره الرينج يعني غير مطابقة المواصفات اللي الناس هتشتريهم وترجعها. اللي الناس هتشتريهم وترجعها. أدي معنى الـ 1.33. عارف الرقم ده لو وصل لو وصل معناها ان كل مليون يونت نص يونت بس هي اللي خارج المواصفات يعني يعني كل 2 مليون تنتجهم فيهم واحده بس خارج المواصفات المطلوبه هل هتعب نفسي واقعد ادور عليها بقى دي مش مهم انت عشان تقعد تدور عليها هتكلفك اكتر بكتير من ثمن فهمنا الفكره ادي آه الفكره بتاعه الايه الرقم ده يبقى إيه اشمعنى ال1.63 لأن قلنا ده معناه كل مليون يونت بنتجها خلاص في 63 يونت خارج المواصفات المطلوبه دي اللي احنا بنسميها البي بي ام ودي ليها جداول البي بي ام اللي هي البارت سبير مليون يعني كام وحده في المليون خلاص خارج المواصفات المطلوبه ودي عملوا لك جداول بقى بدا لك كده من التولرانس ال من, من ال الكابابيلتي ريشيو دي مثلا من صفر لغايه اثنين تلاقي صفر 1 من 10 2 10 3 10 لغايه ما توصل لـ 2 هيقول لك الايه؟ البارتس برمليون انديه، اللي الجداول دي اهي. انا كنت فاتحها من شويه اهو. انا في ثلاث جداول كده اهو. ادي جدول مثلا منهم. بص كده الجدول ده. هحطهم لك على الجروب النهارده ان شاء الله. طبعا ساعات هتلاقي بنسميها سي بي وسي بي كي هنعرف يعني ايه الفرق بين السي بي والسي بي كي دلوقتي ادي مثلا ادي القيمه ده بادئ من 0.43 خلاص وادي سيبك من السيجما دلوقتي خلينا في البي بي ام بي بي ام اختصار بارت بير مليون خلاص يعني انت لو حسبت الكابابيلتي ريشيو بتاعتك او الاندكس اللي احنا بنتكلم عنه وطلع 0.43 معناها ايه معناها كل مليون يونت بتنتجها 193600 يونت خارج المواصفات المطلوبه طبعا ده رقم ضخم تخيل يعني كل مليون يونت تقريبا بتتكلم في 20% من الانتاج بتاعك بايظ الناس هتشتري وترجعه لو زادت شويه بقت 0.47 الكميه هتقل لاحظ كده كل ده ما بيزيد كل ده ما بيقل هتبقى 161510 طب انزل كده عند ال1 اهو عند ال1 هيبقى كام؟ 2700 يعني لو كانت الكابابيلتي ريشيو بتاعتك بتساوي واحد صحيح عارف دي اللي ان هي اللي هي انهي رسمه اللي هي دي اللي فوق دي او الرسم السكيشن واتس بيساوي البروبابيلتي الفاريبيلتي ويتس بتاعت الايه بتاعت الباس ده بيساوي ده اهو متطابقين على بعض وبالتالي لما تقسم ده على ده يطلع بيساوي واحد ايه واحد صحيح فانا هنا لو الوضع ده خلاص بص على الرغم انت يبان ان هو كله جوه المواصفات لا كل مليون لما تزود بقى حجم الانتاج انت رب تنتج الف تلاتة لو تنتج 1000 2 3 كله جوه المواصفات لكن لو هتنتج مليون في عندك 2700 يونتس خارج المواصفات المطلوبه وده برضو رقم كبير افرض منتج عربيات يطلع لك 2000 2700 عرب عربيه بايظه فلو العربيه بقد كده يبقى شوف قد ايه خلاص وهكذا تعالى مثلا نوصل عند ال 1.33 اهي اللي انا بقول عليها اهي ال 1.33 بص كام يونت 64 هي الحسابات لما تحسبها بتطلع 63 وكسر البعض بيقربها 63 يتلاقي جدول عاملها لك 63 وجداول تاني عاملها لك كام 64 ادي اهو اللي انا كنت بقول عليه من شويه ففي ناس بيعتبر من اول هنا هو ده اللي يعتبر كيبون قبل كده لا بص لو زادت سنة من 1.7 إلى 1.7 هيقل من 64 بص الزيادة الطفيفة بتقلل الكمية اللي خارج المواصفات قد إيه؟ يعني لو أنت الكابيبيلتي ريشيو بتاعتك حسبتها طلعت 1.7 يبقى معنى كده كل مليون يونت بتنتجها عندك 41 يونت خارج المواصفات المطلوبة دي اللي هي البي بي إم ايه وهكذا تعالى أوصل بس عن ال 1.6 ال 1.6 اهي هيطلع كل مليون يونت بتنتجها يطلع عندك نص يونت بس هي اللي خارج المعصبات المطلوبه يعني كل 2 مليون عندك يونت خلاص هنا بقى ايه دي لو 2 بقى بص الرقم بقى عامل ازاي 1% 1% يعني معنى كده دي, دي لما تحسبها بقى يعني كل مليار يونت يطلع لك يونت واحدة بس هي اللي بايظة أو كل 100 مليون، كل 100 مليون يونت هتنتجها يطلع لك بس، لأ دي واحد من الالف كل مليار، في صفر زي ده، كل مليار وده طبعاً آه هي دي بقى فكرة الـ6 سيجما، لو سمعت عن الـ6 سيجما، أهي دي، إن الكابيلتي ريشيو بتاعتك تبقى 2 تمام؟ الـ6 سيجما معناها إن كل مليار يونت بنتجها. واحده بس بايظه يعني انت لو شركه بتنتج مثلا مسامير وبتنتج مليار مسمار في السنه يبقى انت عندك المليار ده كله فيه كام مسمار واحد بس طبعا ما تتعبش نفسك تعتذر عليه سيب مع السلام عشان تكلفته زي ما قلنا رقم قليل جدا والحاجه الثانيه ان التكنولوجي ده قليل لما بيطلع مشاكل يبقى يعني. دي بقى فكره الايه العدد السيجما قد ايه عدد السيجما يعني معنى كده المواصفات بتبعد عن الميم بتاع البروسيس قد ايه المواصفات بتاعتك يعني هنا مثلا في حاله التو اللي هي اخر واحده دي اللي هي 6 سيجما دي بص كده على الرسمه ده الرسمه اللي في النص يبقى هنا اللور ده بيبعد عن الميم بتاع البروسيس 6 سيجما والابر ده بيبعد عن المين بتاع البروسس 6 سيجما يعني 6 سيجما من كل ناحيه 6 سيجما هي 6 سيجما من كل ناحيه من هنا ومن هنا تخيل بقى ان يعني ده بيبعد قد ايه عن الافريج يعني معنى كده عندك فيه فرصه كبيره قوي ان البروسس يحصل فيها اخطاء وانت لسه جوه المواصفات وانت لسه جوه المواصفات هو طبعا بيعمل ايه بيقلل الفاريبيليتي على قد ما يقدر في البروسس او دول ما بنجيش جنبهم اللي باجي جنبه هو Variability بتاعت البروسس توصل هنا تقل شويه تقل شويه وهكذا فدي عند 6 سيجما يعني هيبقى Variability قليله جدا كل القيم تقريبا حوالين الافرج بتاع البروسس اختلافات طفيفه جدا مش اختلافات بقى كتيره يعني الماسوره بتزيد وتقل مش ملي رقم اقل من الملي رقم اقل من الملي ادي معنى الجدول ده تمام في ادي جدول تاني برضه اهو كل ده هديهولك برضه تروح أهو هتلاقي برضو في قيم رينجز مختلفة يعني هنا بادي مثلا ب 0.33 وادي ال بي بي ام اوت اوف تولرنس يعني البارتس بير مليون بره الايه؟ بره التولرنس يعني لو كانت 0.33 يبقى طبعا نفس الارقام هناك بس قصدي السي بي كي هي اللي ايه؟ رينجز ارقام مختلفه يعني تمام؟ يعني بص عند 2 قربها اهو هي 0.0019 مش عارف ايه وهنا قربها الى 2 خلاص؟ وجايبها بالنسبة كمان يعني بص كده في حالة الـ .33 عندك كام؟ 317310 310 بره التولرنس ودي بتمثل 31% من الإنتاج ما أنت لو قسمت ده على مليون بيطلع لك 31% يبقى دي البرسنتج أوت أوف إيه؟ أوت أوف تولرنس يعني مثلاً عند ال 1.33 بص كام في المية أو دكتورة؟ واحد في المية بس نسبة واحد في المية يعني بص هو هنا ايه؟ واحد من مية في المية عشان علامة النسبة ما فوق يعني دي واحد في المية دي واحد من مية في المية يعني بوينت تلات اصفار واحد تمام؟ ادي عند ال 1.33 بص دي بقى يعني رقم مش دي رقم في المية ادي جدول ايه؟ جدول تاني وادي عدد السيجما عند التو هتلاقي ستة سيجما خلاص يعني التولرانس بتبعد عن الميم بتاع البروسيس كام سيج من اليمين ومن الشمال مش الاثنين على بعض وادي الايه ده جدول ادي ثاني جدول ثالث برضو فانت لما يطلع رقم شوف واقف عيني جدول من دول لان ده جايب شويه ارقام وده جايب شويه ارقام وهنا بقى جدول بعض الناس صنفت بقى الايه نوع الكواليتي لو كانت الكابيليتي ريش بتاعتك اكبر من اتنين او يساوي اتنين دي اسمها سوبر اكسلنت ودي طبعا عملية صعبة جدا مش سهلة يعني مكلفة او عشان توصل للوضع ولو كان من 1.67 لغاية اقل من التو بيسموها اكسلنت يبقى البوست بتاعتك هتبقى اكسلنت من 1.33 لغاية ال 1.67 بيسموها ساتسفاكتور ومن واحد لغاية 1.67 هي دي اللي بيسموها كابابل ومن اقل بقى من الواحد لغايه الـ 0.67 بيسموها ان اديكويت ولو اقل من الـ 0.67 يبقى دي بقى ايه عليها بور بص كده البور يعني المليون فيها قد ايه اللي هي 0.67 يعني شوفوا موجود هنا في الجدول ده اهي 0.67 دي بور يعني عندها 45500 يونت خارج المواصفات المطلوبه ده فيري بور يعني وضع سيء جدا فادي دول ثلاث جداول هحطهم لك عشان تستخدمهم في ال البروجكت يعني احنا بالنسبه لنا دكتور طالما القيمه فوق ال 1.33 يعني يبقى كده كيبل اه كيبل اه بقول عليها كيبل تمام بس انت ايه بعد ما تطلع الرقم لازم تشوف لي البي بي ام بتاعته كام يعني ده مهم قوي انك تكشف في الجدول عشان تقول لي كام يونت كل مليون خارج المواصفات المطلوبه فانت هتحسب الرقم وتشوفه طالع كام وتحدد لي البي بي, بي ام يعني البي بي ام ده رقم مهم تمام مثال بقى عشان نطبق عليه الايه الحاجه اللي احنا قلناها بنقول a manager has the option of using any one of three machines for a job. هو عنده ممكن يشتري تلاتة ماشينز أهو وعايز يشوف أنهي واحدة من الماشين دي capable وأنهي لأ. The machines and their standard deviation are listed below. ال standard deviation عادة بيجي مع الكتالوج يعني بيجيب لك كده ال variability ما هو standard deviation ده بيقيس ال variability بتاعة ال process determine which machines are capable if the specifications are 10 mm and 108 يبقى هنا عندي ال LSL اللي هو الـ Lower اسفيكيشن Limit 10 والابر اسفيكيشن Limits اللي هو اليو اس ال يساوي 10.8 تمام يعني لو دي بتنتج معصير يبقى الماسوره 10 مللي لغايه عشرة 8 من 10 ملم شغال ده المواصفات المطلوبه اللي على اساسها بيحدد مدى صلاحيه المنتج من عدم طيب انا عايز اعرف انهي ماشيين من الثلاثه دول كيبل وانهي مش كيبل هنطبق الطريقتين الطريقه الاولى ان انا اروح احسب الكابابيلتي اللي هي بتساوي ستة سيجما مش هحسب بقى الريشيو تمام لكن زي ما اتفقنا بطريقه الريشيو افضل اروح احسب الكابابيلتي اللي هي ستة سيجما ادي الماشين ده الستاندرد ديفيجن اللي هو ده اللي هو دي سيجما ستاندرد ديفيجن هي سيجما اروح احسب الماشين كابابيلتي اللي هي حاصل ضرب الستاندرد ديفيجن ده في 6 اضرب كل رقم من الثلاثه دول في 6 هيطلع لي التلات أرقام دول الأرقام دي هتقارنها بإيه؟ هتقارنها بالسفيكيشن ويدث أو التولرانس ويدث التولرانس width اللي هو بيساوي إيه؟ الفرق بين الرقمين دول الأبر واللور سفيكيشن limits يبقى 10.8 ماينس 10 يطلع 0.8 فلو كان الرقم ده أقل من 0.8 يبقى كيبل ليه لانك انت البروسيس ويدز بتاعتك اقل من الايه من السكيشن واتس. يبقى انا في هذه الحاله بقول عليها كيبل انا بنتج في حدود المواصفات المطلوبه نفس الكلام هنا اقل من 0.8 يبقى كيبل لكن ده اكبر من 0.8 يبقى not كيبل يبقى دي وفقا للطريقه الاولى طلع لي الماشين الاولى والثانيه كيبل والثالثه لا زي ما قلت الطريقه دي مش ريكومندد انها تستخدم في الواقع الريكومندد هي الطريقه الثانيه تعال نشوف الطريقه الثانيه اهو يبقى انا في هذه الحاله هنحسب ايه البروسيس Capability ريشيو خلاص البروسيس Capability Ratio اروح احسبه لكل ماشين واشوف الريشيو دي اكبر من ال 1.33 ولا فانا عندي ادي اهو الماشين ده ال Standard ديفيجن ده الست سيجما ده اللي هيبقى تحت فاكرين لما قلنا ال ratio أي بيساوي ال upper specification minus ال lower على 6 سيجما ال upper minus ال lower على 6 سيجما ب 6 سيجما دي هتبقى إيه؟ تحت في القانون يبقى أنا هعمل إيه؟ هقسم ال 0.8 اللي هو الفرق بين الابر upper lower على اللي إيه؟ 6 سيجما بتاعت كل ماشين يبقى 0.8 على 0.78 .8. على 0.48. .8 على 0.96 هيطلع لي ايدي الارقام دي اسمها السي بي او الكابابيلتي RATIO CP بي الكابابيلتي ريشيو اول واحده طالعه 1.03 الثانيه 1.67 التالتة 0.83 الوحيدة اللي أكبر من الـ 1.33 هي اللي في النص اللي هي الـ 1.67 دي أكبر من الـ 1.33 إذا نقدر نقول على الـ Process Capable طب تعالى نشوف الأرقام دي بينظرها الـ PPM بتاعتنا كام عندنا 0.83 و 1.03 و 1.67 تعال نشوف كده الجداول بتاعتنا الارقام دي موجوده ولا لا طبعا لو مش هويده خد اقرب حاجه يعني ادي اول حاجه ال 0.83 اهي دي الماشين الثالثه الكابابيلتي ريشيو بتاعتها 0.83 دي معنى كده الماشين دي ان كل مليون يونت بتنتجها بيطلع لك 12420 يونت خارج المواصفات يعني يا اما اقل من, من 10 يا اما اكتر من عشرة بوينت ادي خارج المواصفات 12420 الف طب ال 1.03 موجودة برضو عندنا اهو الرقم ما لقيتوش هنا شوف الجدول التاني فالماشين رقم اتنين او اللي هي ماشين ايه بقى بتنتج كل مليون يونت 1935 يونت خارج المواصفات المطلوبة يعني يا اما لو دي مواسير يا اما قطرها اقل من 10 مللي يا اما قطرها اعلى من ال 10.8 ملي متر ادي ال 1.03 وبعدين اخر واحده كانت طالعه 1.67 اهي دي 1.6 مش موجوده هنا تعال طيب نشوف الجدول الثاني في 1.67 هتلاقيه موجود اهو اهي 1.67 فيها كام يونت في المليون 0.573 خلاص يعني معنى كده إن كل 2 مليون يونت في 1 يونت بس هي اللي بايظة، كل 2 مليون يونت، لكن البي بي ام هنا بيديلك الإيه؟ كل مليون فيها كام واحدة؟ أوت أوف إيه؟ أوت أوف ودي وأدي النسب المئوية كمان للمناظرة، يعني دي واحد في العشر تلاف في المية، واحد من عشر تلاف في المية، ده رقم صغير جدا، خلاص؟ واحد من عشر تلاف في المية. <applause> فهمنا إيه كده يا جماعه حد عنده اي استفسار في الكلام ده وتقدر طبعا تشوف هي بور ولا اكسلنت لون ايه من الجدول الصغير الاخير تشوف كل واحده واعف انجين انهي رينج دي حته بقى ال سيجما وال سيجما والكلام ده كله الادي ال 6 سيجما يعني بلس اند ماينس 6 سيجما اللي هو ان الابر واللور اسكيشنز بتبعد عن المين بتاع البروسس بستة سيجما شمال يمين ادي آه المين بتاع البروسس اهو ادي آه ستة سيجما يمين ستة سيجما شمال تمام ادي آه ودي القيم اللي من الكتاب ايه بقى السي بي كي؟ احنا يعني شفنا كده في جدول اهو ده مسميه ايه؟ سي بي كي خلاص والجدول الثاني نسميها سي بي كي والجدول ده مسميه سي بي ايه الفرق بين السي بي -CB والسي بي كي نشوف السي بي اللي هو القانون اللي فات ده بستخدمه لو كانت البروسيس سنترد اراوند الميد يعني لو هي سيمتريك فاكرين احنا قلنا البروسيس ممكن تبقى سيمتريك او ممكن تبقى سكيود تو رايت او ممكن تبقى سكيود تو ليفت تمام البروسيس دايما حاجه من الايه من الثلاثه دول يا اما سيمتريك يا اما اسكيود تو ذا رايت يا اما اسكيود تو ذا ليفت القانون اللي فات بتاع السي بي ده بستخدمه بس لو كانت البروسيس سيمتريك اراوند المين يعني لو كانت البروسيس سيمتريك اراوند المين هستخدم الفكره بتاعه الايه السي بي اللي احنا حسبناها دي طب لو كانت نص سيمتريك يعني لو كانت البروسيس اسكيود تو ذا رايت او اسكيود تو ذا ليفت في هذه الحاله بقى بحسب السي بي كي بنحسب ال سي تمام طيب هوريكم بس شكل ايه يعني ايه سيمتريك الكلام ده اهو السيمتريك يعني ده البروسس هتبقى كده المين بتاعك في النص ده المين ويبقى 50% من القيم اقل من الافرج و 50% من القيم اكبر من الافرج يعني انا بروسس بنتج مواسير وكان الافرج بتاع الماسوره 2 بوصه يبقى نص اللي انت بتنتجه اقل من 2 بوصه ونص اللي انت بتنتجه اعلى من 2 بوصه ده لو كانت سيمتريك او نورمال ديستريبيوشن لو كانت سكيود تو ذا رايت سيمتريك <applause> السكيو رايت بيبقى المين هنا ده المين هنا خلاص هتلاقي ان تقريبا مثلا رقم اعلى من 50% اقل ورقم اقل من 50% اكبر يعني مثلا 70 30 70% من القيم اقل من الميو و30% اكبر يعني لو انا بنتج مصير هتلاقي ان 70% من الانتاج اقل من الافرج 30% من الانتاج اعلى من الافرج طبعا ممكن 60 40 مش لازم 70 30 يعني وادي اخر حاجه اهو بعد الميو هنا هيبقى العكس بقى ادي سبعين 30 لو كانت البروسيس بالشكل ده بنحسب السي بي ولو كانت البروسيس بالشكل ده او ده بنحسب السي بي دي بيسموها الكابابيلتي ريشيو ودي بيسموها البارشال كابابيلتي ريشيو بعض الناس بتسمي دي ريشيو ودي اندكس عشان يفرق بين الاثنين يعني بعض الكتب بيسمي لك سي بي ريشيو ويسمي لك السي بي كي اندكس خلاص مش هتفرق كل المسميات دي تمام المهم ايه تبقى انت عارف ان القانون بتاع السي بي لو كانت البروسيس سيمتريك والسي بي كي لو كانت البروسيس نوت سيمتريك طب ليه انا شفت الجداول سميتها سي بي كي ما سم يا ما جاب سيره السي بي ليه لانك انت لو استخدمت القانون بتاع السي بي كي سواء كانت البروسيس سيمتريك او نوت سيمتريك بيديلك القيم صح لكن دي ما تنفعش الا اذا كانت البروسيس سيمتريك بس يعني السي بي ما تنفعش الا اذا كانت سيمتريك لكن لو كان نوت سيمتريك تستخدم السي بي كي طب هل السي بي كي تنفع للسيمتريك تنفع تنفع ليه ده وتنفع ليه عشان كده هتلاقي معظم الكتب بتسميها لك سي بي كي وخلاص على اساس انك انت لو استخدمت قانون السي بي كي سواء كانت البروسيس سيمتريك او نوت سيمتريك هيطلع نتيجه صح حتى السوفت وير لما تيجي تحل هيطبق القانون بتاع السي بي كي. سواء بقت البروسيس سيمتريك ولا نوت سيمتريك هيطلع القيمه مظبوط يعني لو انت رحت طبقت القانون ده في السيمتريك وطبقت القانون ده في السيمتريك الاتنين يدوا نفس القيمه لكن النوت سيمتريك ما تنفعش غير معاها غير الايه السي بي كي فقط لا غير فكده تلاقي غالبيه الكتب بتسمي الجدول سي بي كي اللي هو شغال مع السيمتريك والنوت سيمتريك بس دي الايه الفكره نرجع بقى للباوربوينت ايه بقى فكره السي بي كي ريشيو فانا بقول لو كانت البروسيس نوت سنترد يعني ان المين اوف ذا بروسيس نوت مش في السنتر بتاع المواصفات يبقى إيه انا في هذه الحاله بنحسب ما يسمى بالسي بي كي طب السي بي كي ده بيتحسب ازاي فبقول لك ان السي بي كي ايكوالز سمولر اوف انت ما تيجي تحسب بقى بتحسبها على اتنين يعني انت فاكر ايه اما السي بي بتساوي ايه الابر ماينس اللور على 6 سيجما امال دي هتساوي ايه؟ هتساوي السمولر فاليو بتاع الحاجتين دول باخد الابر ماينس المين يعني كاني بقسم الرسمه على جزئين من الابر سكيشن لغايه المين واقسم على ثلاثه وبعدين من المين لغايه اللور ونقسم على ثلاثه سيجن ايه خدت الاثنين على بعض بحسب الجزء ده لوحده وبحسب الجزء لوحده تمام والرقم الاصغر هي هو ده قيمه السي بي كي الرقم الاصغر هيبقى هو ده قيمة السي بي كي. طب لو كانت البروسيس سيمتريك ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي إن الرقم ده يساوي الرقم ده. الأصغر منهم هو هو. لأن المين في النص. فهتبقى المسافة من الأبر لغاية المين هي نفسها المسافة من المين لغاية اللور. لأن المين في النص بالظبط. لكن لو كان سكيوت تو ذا أو تو ذا بص كده المين مش في النص. يعني هنا المين في النص. فلو انت خدت الابر سكيشنز معناه المين هي هي المسافه من المين لغايه اللور لكن هنا لا هنا المين مش في النص المسافه من الابر لغايه المين غير المين لغايه الايه غير اللور فعشان كده القانون ده ينفع في السيمتريك كل اللي هيحصل ايه ان الرقم ده هيساوي الرقم ده وانا بقول ان السي بي كي بتساوي السمولر يبقى اي رقم منهم لكن في حاله لو نص سيمتريك هيطلع ده بيختلف عن ده وبالتالي باخد الرقم الايه؟ الصغير، عشان كده السي بي كي هي الأعم والأشمل تنفع لأي حاجة، وعشان كده السوفت وير هتلاقيه بيحسب لك السي بي كي. تمام؟ لو هي سيماتريك هيطلعوا الرقمين زي بعض، مش سيماتريك هيطلعوا مختلفين، وأنا بعتبر إن السي بي كي هي السمولر فاليو، الرقم الأصغر، هي المينيمم بتاع الحاجتين دول. فهمنا كده الفكرة بتاعت السي بي كي يا جماعة؟ ده مثال عليها أهو. كل process has a mean of 9.2 grams. يبقى ال process فيها 9.2 grams. And يبقى ده الإيه؟ ده المين، ده الميو. And a standard deviation 0.3 grams. وقيمة السيجما بتساوي 0.3. The so lower expectation limits 7.5 will upper 10.5. المطلوب عايز أحسب ال CPK. عايز أحسب ال CPK. يبقى أنا عندي المين 9.2 عندي standard deviation 0.3 عند الـ lower specifications 7.5 وعند الـ upper 10.5 فعشان احسب الـ CBK هبدأ اخد ratio بتاعت الـ lower specifications هاخد المين اللي هو 9.2 اهو ده المين minus lower specifications اللي هو 7.5 على 3 سيجما يطلع لك 1.89 يبقى تاني باخد المين ماينس lower على 3 سيجمان يطلع لك رقم ده بعدين الـ upper باخد upper minus المين على 3 سيجما الابر اللي هو 10.5 ناقص المين اللي هو 9.2 على 3 سجن 3 في الستاندرد ديفيجن يطلع لك 1.44 قيمه السي بي كي دي بتساوي المينيمم بتاع الرقمين دول مين الصغير 1.44 يبقى دي قيمه السي بي كي بتساوي 1.44 بتشوف بقى الرقم ده عادي بقى الكلام اللي فات بتشوف الرقم ده اكبر من 1.33 ولا لا وتروح تشوف البي بي ام بتاعت الرقم ده كام بس ادي الفكره بتاعت الكلام حد عنده اي استفسار. فلو كانت البروسس دي سيمتريك كنت هتلاقي الرقمين دول يطلعوا زي بعض، الرقمين دول هيطلعوا زي بعض، عشان كده زي ما قلت السي بي كي هي الأعم والأشمل. بعض الناس بتسمي السي بي كي اندكس والسي بي ريشيو. تمام؟ في كتب كده، يعني انت طبعا الكتب بقى ايه؟ لأن زي ما قلت موضوع الكواليتي كنترول ده ممكن تدرسوا بقى اللي انا قلته ده يدرس في كتاب كامل في ماده كامله فتلاقي الكابابيلتي بيتكلموا بقى فيها كتير مش ال... مش الكام صفحه اللي انا قلتهم دول لا فيها كلام ياما قوي تمام فهتلاقي بقى بعض الكتب تقول لك ان دي اسمها اندكس ودي اسمها ريشيو ويقعد يحكي لك بقى قصص حياته ليه دي اسمها كده وليه دي اسمها كده فهمنا الكلام ده يا جماعه حد عنده اي استفسار ده كده موضوع البروسيس كابابيلتي خلص ازاي تحسن بقى الكابابيلتي بتاعت البروسيس في شوية حاجات ممكن تعملها انك تعمل سمبليفيكيشن للبروسيس يعني تقلل بعض الخطوات الخاصة بالبروسيس تخلي البروسيس ستاندردايزد ميك الميستيك بروف يعني الحاجات اللي هي تعمل بقى investigation او inspection والحاجات اللي هي مش محققه الغرض بتركنها على جنب ممكن تعمل ابجريد للاكويبمنت او تعمل اوتوميشن حاجات بتتم يدوي تحولها الى اوتوماتيك والكلام ده كل ده كل ده بيحسن الكابابيلتي بتاعه البروسيس هذه ده التعريف بتاع simplification يعني eliminate بعض الستيبس reduce the number of parts اللي انا بستخدمها الستاندردايز يعني بستخدم ستاندرد بارتس ستاندرد بروسيجر ستاندرد برودكتس اند سو اون ميك الميستيك بروف بقول ديزاين بارتس ذات كان اونلي بي اسامبلد ذا كوركت واي تمام هاف سامبل تشيكس تو فيريفاي يعني ادي القصص دي كلها الانسبكشن بيتم بطريقه سليمه الانسبكشن بيتم على الغالبيه العظمى من الانتاج ابجريد الاكويمنت بقى بغير بقى خط الانتاج بشوف بقى حاجة بقى جديدة تكنولوجي أعلى صناعة أفضل القصة بعض الحاجات اللي بتتم مانوال أحولها إلى إيه أوتوماتيك يعني كل ده بيحسن البروسيس كابابيلتي الليميتيشنز الخاصة بالكابابيلتي اندكس أو الكابابيلتي ريشيو إن لو البروسيس ماي نوت ستيبل يعني ساعات البروسس تلاقيها شويه سيمتريك وشويه سكيو تو وشويه سكيو تو ذا ليفت ما ستيبل ان البروسس اوت بوت نوت نورمالي ديستربتد لو كانت البروسس نوت نورمال ديستربتد ودي زي ما اتفقنا الحل بتاعها ان انا بستخدم الايه السامبلنج distribution. لو كانت البروسس نوت سنترد وانت حسبت السي بي احنا قلنا السي بي كي ينفع في الحالتين لكن السي بي لا السي بي كي ينفع للسيمتريك والنوت سيمتريك خلاص اللي هي السنتر او نوت سنتر لكن السي بي ما تنفعش الا للبروسيس لو كانت سيميتريك فقط لا طبعا لو هي نوت symmetric وانت حسبت السي بي هيدي لك نتائج غلط لكن لو هي سواء كانت سيمتريك او نوت symmetric وحسبت السي بي كي النتائج مظبوط يبقى دي كل دي limitations خاصه بالبروسيس capability حد عنده اي استفسار في الكلام ده يا جماعه موضوع سهل وبسيط كل الموضوع زي ما قلت حساب السي بي كي او حساب السي بي وبناء على الرقم بتحدد هل البروسيس كيبل ولا لا وكمان بتحدد البي بي ام بتاعه البروسيس قد يعني اللي هي البارتس بير million اوت اوف ايه أو اوف توليرنس وكمان النسبة المئوية نسبة الانتاج اللي خارج المواصفات المطلوبة. كل دي زي ما قلت ليها جداول، الجداول هحطها لك ان شاء الله على الجروب بعد ما نخلص المحاضرة عشان هتقدر طبعا هتستخدم الجداول دي كتير سواء كان في البروجكت في الامتحان هتحتاج الجداول دي فالجداول تبقى ايه جنبك بقى مطبوعة أو على الكمبيوتر الطريقة اللي أنت بتحبها. طيب انا هوقف الايه التسجيل وهفتح تسجيل جديد عشان بس نشوف الس... بص هنا في, في السؤال هو اللي بيحدد احسب السي بي ولا السي بي كي مظبوط احنا احنا قلنا الكمبيوتر بيحسب لك السي بي كي لان السي بي كي تنفع للحالتين فهو حتى هتلاقيه مسميها سي بي كي مش هيسميها سي بي لان السي بي كي تنفع لكات سنتر ده او نوت سنتر بس فانت ايه بس. الفرق الفرق في الحساب ان في حاله السنتر هيطلعوا الاثنين متساويين لو كانت الباس نوت سيمتريك هيطلعوا مختلفين بس اذا السي بي كي هو ده اللي هيحسبها السوفت وير مفيش اختيار يعني بس في الاكزامبل بتاع حضرتك في السؤال الاولاني كنا بنحسب يعني في السؤال نفسه حدد ان احسب السي بي والاكزامبل الثاني طلب نحسب السي بي كي على اساس ان آه. انا مش مش مذكور ايه نوع البروسيس يعني مظبوط وبالتالي بقى سواء اتذكر او ما اتذكرش يبقى السي بي كي تنفع لكل تمام يبقى السي بي كي تنفع لكل عشان كده السوفت وير ما بيخرجش مش بيخيرك انت هتحسب السي بي CB ولا السي بي كي هو لما تخش على براسكابابيلتي هتلاقيه بيحسب لك السي بي كي خلاص لان هي تنفع الاثنين بس تمام ماشي شكرا اي فس... اي استفسار تاني يا جماعه